لو بتفكر تعمل مزرعة دواجن ومش عارف تبتدي ازاي، او مش عارف الارباح هتكون ايه، او رأس المال هيكون كام، جايب لك دراسة جدول لألف فرخة وهعرفك هتكلفك كام ونسبة الارباح بفضل الله هتكون كام. ولكن حاول تركز في كلامي كويس وما تقدمش الفيديو، علشان كل دقيقة في الفيديو بمعلومة هتفيدك جدا جدا. ويلا بينا نبدأ على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب أشوفكم في أحسن صحة وحال. وزي ما تعودنا دايما نبدأ بذكر الله وبالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيديو النهاردة بخص بيه الناس اللي عايزة تربي دواجن، أو الناس اللي حابة تعمل مشروع الدواجن ولكن خايفة منه، أو مش عارفة تبتدي إزاي، أو مش عارفة إيه الأسعار أو إيه التكلفة والكلام ده كله، أو إيه نسبة الأرباح. النهارده انا جايب لك دراسه جدول لتكلفه 1000 فرخه، وبناء عليه لو انت هتعمل مزرعه هتحسب بقى تجيب 1000 2000 3 4 5، ولكن انا هحسب لك التكلفه ونسبه الارباح ل1000 فرخه. ونبدا سريعا عشان الفيديو ما يبقاش طويل على حضراتكم. اولا سعر الكتكوت النهارده مسجل شركات 33، اللي هي شركات الكتكوت النظيف سعره النهارده 33، والسعر ده تاريخ نزول الفيديو دلوقتي. يبقى ال1000 كتكوت عندنا يكلفونا 33000 جنيه. اول 3 ادي اول حاجه 33000 جنيه. طيب هياخدوا مننا قد ايه علف، وسعر العلف النهارده قد ايه؟ هو سعر طن العلف النهارده 22000 جنيه. طيب هم هيكلفوني 3 طن ونص علف بمعدل 3 كيلو ونص لكل كتكوت. تمام التمام. طيب 3 طن هياخدوا معايا 3 طن ونص علف في 2 في 22000، يبقى المجموع عندي 77000 جنيه. يبقى انا هجيب لهم ب 77000 جنيه علف زائد 33000 سعر الكتكوت، يبقى اصبحنا عندي كده المجموع 107. يبقى انا كتكوت وعلف 107000. طيب هياخدوا معايا ادويه ب 1000 جنيه، اضرب على طول من غير كلام جنيه لكل كتكوت. جايب 1000، جايب 50، جايب 200، جايب كذا، اضرب جنيه لكل كتكوت. ادويه دي معروفه ما فيهاش كلام، ومحدش يقول لك هياخدوا اكتر من كده، لا هو دي التكلفه مظبوطه عليهم كمان، ويمكن بتبقى زايده شويه. الخلاصه 1000 جنيه ادويه وعندنا 107000، يبقى كده عندنا 108000. كده احنا حسبنا الكتكوت والعلف والادويه. باقي طبعا الغاز والكهرباء، سواء غاز او كهرباء، سواء كنت تستخدم غاز او كهرباء، سواء دفايات او الكلام ده كله، او تستخدم انابيب غاز. هنقول بالكتير للألف كتكوت هنقول 5000. هي والله ما هتكمل 5000، ولكن هنقول للألف كتكوت 5000. يعني مش معقول يكون عندك 5000 كتكوت هتديهم 25000 بس، ولكن هنحسبها كده مع بعضينا. 5000 هنحسبها بزياده شويه تحسبا لاي ارتفاع اسعار او الكلام ده كله. اصبحنا المجموع عندي كام كده؟ 113000 جنيه. باقي ايه بقى؟ ان كان مثلا هما لو 1000 كتكوت هتجيب لك معاهم عامل، يعني تبقى انت حضرتك هتشتغل وهتجيب معاك عامل. وقول مثلا ما عندكش المزرعه، او المزرعه مش عندك انت، هتأجر دلوقتي بشكل مؤقت، هتأجر لك مزرعه. هنحسب 5000 ايجار مزرعه وهنحسب 5000 عامل. انا بكلمك على مصر، ما اعرفش بره مصر هيبقى ايه، ولكن انا بكلمك على مصر. 5000، انت لو جايب 5000 عامل، انت لو جايب مثلا قلت لي بعد كده لا طب ما انا هجيب 5000 كتكوت هيعامل واحد هيكفيهم، لا هقول لك ما انت لو جايب 5000 كتكوت اضرب له في 5000، يعني 5 عمال، يعني مش محتاجين كده لحضرتك. برضه نفس الطريقه لو 5000 كتكوت انا هحاسب لك 5000 ايجار، اضرب لها مثلا 25000، ما فيش مزرعه ايجارها ب 25000. فهنقول بمعدل استهلاك ايجار وايدي عامله، ايجار اللي هو المزرعه وايدي عامله، وبرضه دي بزياده 10000 جنيه لل 1000 كتكوت. يعني لو معاك لو انت عامل مزرعه من حسبه 5000 كتكوت، استحاله تصرف عليها 50000 جنيه ايجار وايد عامله، ولكن هنحسب برضو مع بعضنا بزياده شويه وهنقول 10000 جنيه لل1000 كتكوت ايد عامله. يبقى المجموع كده كام؟ 133000 جنيه. ماشي كده 133000 على ال1000 كتكوت. كده احنا حسبنا كل حاجه، يعني حسبنا الايد العامله، وحسبنا ايجار المزرعه، وحسبنا الكتكوت، وحسبنا العلف، حسبنا كل حاجه تمام التمام. في حته كمان انت مأجر المزرعه، انا حاسب لك مأجر مزرعه، يعني مأجرها شامله، المزرعه متأجره طبعا ببطارياتها الكلام ده كله. طبيعي انت مش مجبر تأجر مزرعه ارضيه، تأجر طبيعي مزرعه بطاريات، لان انت دافع برضو دافع مش دافع مبلغ قليل. انت لو مثلا 5000 كتكوت دافع 25000 في الدوره للمزرعه. ما علينا، المهم انت كده صارف التوتال 133. ولو أجرت مزرعه رخيصه شويه ما فيهاش مثلا بطاريات او التجهيزات دي كلها، هتضيف برضو فرق الايجار هتضيفه على الفرشه اللي حضرتك هتفرشها. طيب نيجي كده احنا صرفنا، قلنا كده الفراخ او الالف فرخه كلفتني 133000 جنيه. هنيجي للناتج بفضل الله طبعا وبعد توفيق ربنا وباذن الله، هنيجي نحسب الناتج. طب الناتج بتاع الالف فرخه كام؟ هنطلع طبعا طبيعي كده وبلا منافسه، هنطلع طبيعي كده 3%
دي وفيات طبيعي، من لازم ان يكون عندك وفيات، وهي الطبيعيه الوفيات الطبيعيه بتبقى من 2% ل 3%، هنقول احنا 3% يعني 30 فرخه كده، 30 فرخه نعتبرهم وفيات او نافق، خلاص دول انتهينا منهم. اتبقى عندي كام فرخه؟ اتبقى عندي 970 فرخه. كلام جميل وزي الفل. ال 970 فرخه دول هنحسب مثلا متوسط الاوزان بتاعتهم على 2 كيلو و200، لانك هتلاقي عندك زي ما قلنا في الفيديوهات السابقه في 2 كيلو ونص، في 2 كيلو 100، في 2 كيلو 300، في 2 400، في 2 الا 100، في 2 الا 200، فاحنا هنحسب المتوسط بتاعهم 2 كيلو و200 جرام. يبقى كده عندي كام؟ عندي لحوم فراخ، يعني انا عندي وزن لحوم 2134 كيلو فراخ. يبقى انا عندي كده الوزن 2134 كيلو فراخ. انا الناتج عندي من المصاريف اللي انا صرفتها ال 133000 جنيه، عندي ناتج فراخ 2134 كيلو فراخ. كلام جميل وزي الفل. طب دول يعملوا معايا كام؟ طيب لو حسبنا في بورصة اليوم اللي هي بورصة النهاردة في تاريخ ما انا منزل لحضرتك الفيديو، هتلاقي التنفيذ 69. يعني بورصة لو عندك الفراخ بفضل الله وبإذن الله كويسة، التنفيذ عندك 69، هتدينا ناتج قد ايه؟ 69 بورصة 69. فلو ضربنا 2134 كيلو فراخ في 69 جنيه، هتلاقي الناتج عند حضرتك 147246. يعني انت لو ضربت كده على الآلة حاسبة عند حضرتك 2134 كيلو فراخ في 69، هتلاقي الناتج عندك 147000 جنيه 246. طيب كلام كده جميل وزي الفل. طيب هننزل منه بقى رأس المال بتاعنا اللي هو اللي احنا صرفناه. احنا صرفنا قد ايه عليهم؟ صرفنا 133000 جنيه، والناتج عندنا بفضل الله او التوتال اللي بعنا الفراخ عندنا ب 147246. كلام جميل. اصبحت الارباح عندي كام بعد ما اطلع راس المال بتاعي تمام التمام؟ لو انا داخل انا وشريك او انا ايا كان، اطلع الارباح عندي، اطلع ارباح قد ايه؟ ارباح ال1000 فرخه مدياني 14246 جنيه. طيب 14246 جنيه ده للألف فرخة. يعني أنا لو جايب مزرعة، طبعا أنا اللي خلاني عملت مزرعة وعملت مشروع، مش هجيب 1000، ليه ما أجيبش 5000؟ وهو تعب بالمرة ومشروع بالمرة، ليه ما أجيبش 5000؟ يعني أنا لو جبت 5000 هتبقى الأرباح عندي 71230 كده. أنا لو جبت 5000، لأن اللي يخليني اجيب 1000 فرخه واعمل مشروع والكلام ده كله وانا معايا راس المال ما اجيب 5000 فرخه، هتلاقي الارباح عندي. ومحدش يقلق، لان طبعا في ناس بتجيبها بالاجل والكلام ده كله اللي هي الحاجات دي، لان الدورة عندها راس المال ده بيلف معاك على مده قد ايه؟ نص راس المال بياخد معاك اول 15 يوم، لانك طبعا الفراخ ما بتستهلكش اول 17 يوم كمان، وال 17 يوم الثانيه بيبتدي يستهلك معاك، بتبتدي تجيب راس المال الثانيه اللي هو نص راس المال العلف، لان انت اول 17 يوم بياكلوا علف قليل جدا والتكلفه بتاعتهم بتبقى قليله، هو سعر الكتكوت اللي هو 33000 ومش هيبقى لحقوا يستهلكوا معاك حتى طن علف في اول 17 يوم. بعد كده بتبتدي الارباح تزيد. دول خلاص عشان ما تهش مني او ما تهش من حضرتك، قلنا الارباح بتاع ال1000 فرخه 14246. لو ضربنا مثلا حطينا 4000 جنيه مثلا، خليك معايا رجاء، لو ضربنا ال4000 مثلا هنقول هنحطها تحت نزول بورصة، حصل عندي سردة مثلا، وممكن البورصة تعلى، ولكن أنا بحسب لك دلوقتي في أضيق الأحوال، يعني هنقول يا عم ال 4000 جنيه دي البورصة تنزل معايا شوية، هنقول ما كانش فيه اهتمام شوية، هنقول كان في نسبة وفيات عدت ال 3%، ولو إن والله أنا عامل حساب الحاجات دي كلها، هتبقى الخلاصة 10000 جنيه لل 1000 فرخة، ده بعد الأيدي العاملة وبعد ما أنا اشتغلت والكلام ده كله. 10000 جنيه لا والله مش بطالة، لما خد لي 50000 في 5000 فرخة في مشروع هيقعد كله أصله وأساسه قاعد كله حوالي 40 يوم أو 35 يوم، دي حاجة بسم الله ما شاء الله وزي الفل. طبعا أنت وارد أنك ممكن ما تكسبش المكسب ده كله، ممكن تكسب أقل، الكلام ده كله لا قدر الله الخسارة، ده بيبقى إهمال منك أو سوء منك، ولكن وارد أنك ربنا يكرمك. ولذلك إحنا بنسميها عندنا في مجال الفراخ بنسميها تجارة الجمار الحلال. المشروع حلو وكل حاجة ومربح وزي الفل والله وما فيهوش أي مشكلة، ولكن قبل ما تبتدي وتتعمق، انا لسه بكررها مع حضرتك، قبل ما تبتدي وتجيب بالارباح دي او بالحاجات الكامله الكبيره دي كلها، لو انت فكرت تجيب مزرعه بالشكل اللي انا بكلم حضرتك فيه، سواء 1000 لحد 5000، لا لو انت ما عندكش خبره انا بنصح حضرتك وبقول لك اهو
لازم تعتمد على واحد ذو خبرة زي دكتور مثلا بيطري يكون على خبرة، او واحد، او العمالة اللي عندك. لازم العمالة اللي هتجيبها ما تروحش تجيب لابن عمك اخوك ابنك الكلام ده كله، لا هتجيب عمالة، هات عمالة عندها خبرة على الاقل في الفترة اللي انت ما عندكش الخبرة فيها، لان انت ما عندكش خبرة وتجيب الناس ما عندهاش خبرة هتخسر، طبيعي انك هتخسر. فحضرتك حاول بقدر المستطاع لو فكرت تعمل المشروع وتمام التمام، انا والله بضمن لك المشروع مربح ومية مية، ولكن لازم تكون الظروف البيئية اولا رقم واحد، تمام التمام بالنسبة للمزارع اللي حضرتك مأجرها. ثانيا تكون الايدي العاملة اهم منك انت شخصيا، تكون عندها الخبرة ويكون عندها ضمير وعندها تفاني في شغلها، لان لا قدر الله لو ما عندهاش الخبرة وما عندهاش الضمير انت انسى المكسب اللي انا كلمتك فيه، وهيبقى فيه لا قدر الله خسارة. تاني حاجة لو ما عندهمش الخبرة يكون حضرتك اللي عندك الخبرة، عندك الخبرة الكافية وعندك الدراية الكافية بتربية الفراخ. لو استمريت بالموضوع ده تمام، والله المشروع ده مية مية ويفتح بيوت ويمكن بيكون سبب في اكل عيش ناس كتيرة والمشروع ما فيهوش اي مشكلة. وده كان فيديو النهاردة او دراسة جدول توضيحية لألف فرخ. ياريت لو وصلت معايا لاخر الفيديو كده وعجبك الفيديو ومش مشترك في القناة ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.